انا طبعا من مواليد طرابلس بلبنان، وعشت بشرقي بلد جبران خليل جبران. الوالدة هي كاتبة معروفة اسمها كاتبة الفيحاء جيهان غزاوي عوني، وعشت بشرقي بلد جبران خليل جبران كمان. وبعدين انتقلنا بيروت، بعدين توجهت للفن، وبعدين درست الفنون التشكيلية 7 سنوات بالأكاديمية الملكية للفنون الجميلة ببروكسل. وهناك صدف الحظ والحياة اتقابلت مع موريس بيجار، وابتديت لما شفت عروضه قلت أنا لازم أكون كمان مصمم. فلازم كنت أتعب وأشتغل على الرقص الحديث والرقص كمان الكلاسيك وتأسيس. فاشتغلت كتير، ولغاية أنه تعرفت على موريس بيجار بالصدف. أول ما ابتديت كانت نهضة الرقص المسرحي الحديث بأوروبا، كنا نحن 8 أو 10 ببروكسل. فكانت ثورة بالثمانينات اللي هو ما بعد بيجار، وكان عندي أيام الفرقة. فانطلقنا بعدين بآخر الأيام صرت مساعد بالتسعينات لموريس بيجار. وسائب الحظ انه تمام في عرض اسمه الاهرامات النور بمصر مع موريس بيجار. فالتسعين جينا هنا، والموضوع انه كان فاروق حسني كان صار له سنتين بوزارة الثقافة، فهو كان يهمه انه صحيح يحط الثقافة على منبر العالمي، الثقافة المصرية، تحديث التراث وكل هذا. فده كان كمان كتير ساعدني. سنة 93 طلبني فاروق حسني ناصر أنصاري عشان صحيح نأسس ونقول ما هو الرقص المسرحي الحديث، وكانت أول فرقة بالعالم العربي. أنا أخذ أوسمة كتير وأخذ تقديرات كتير، بس بقول لك حاجة، يعني أنك تقدر من البلد اللي عشت فيها 25 سنة، ويعني كل وسام وكل تقدير بيحمل شعوره، بيحمل عاطفته، بيحمل انتماءه، بيحمل همه، لأنه تكريما للي اشتغلته. بس هيدا تكريم، يعني بحس أنه دار الأوبرا بيتي، مصر حياتي أكثر، يعني مصر عشت فيها أكثر من لبنان وأكثر من أوروبا. مصر تعني لي البيت والعائلة والوطن. أنا من النوع اللي بيشتغل 8 ساعات باليوم، وأنا يعني الفرقة بيقعوا مني، لأن كمان اشتغلنا أول من البارح أول بروفات على المسرح 9 ساعات بدون أي توقف. كانوا حيموتوا من العطش، وكانوا حيموتوا نووي. شغل أنا عملته من سنة 93 إلا لسافر برا من عدا إيكاروس اللي هو ده، وإن شاء الله يسافر ده. بس ابتداء من تحية حليم ما فيش عرض عملناه إلا سافر برا، وسافرتنا بالعلاقات الثقافية الخارجية، وده كان كتير بكرهم، ولا نزال يعني إن شاء الله يكون فيه، لأن احنا منمثل بلد، يعني منمثل فكر بلد، منمثل رؤية شرقية. مثل ما قلت أنا مشرقي بالدم، فكل بتشوفه صحيح مودرن
بس بخلفياته خلفياته خلفياته شرقي، خلفياته نحن ما بدنا نبقى نستفيد، نحن نستفيد من التراث ونستفيد من الفولكلور ونستفيد من الشعبي، انما لازم مش لازم نبقى دي حاجة، بس لازم نحن نستفيد ونتقدم، نكون تحديث، نكون حديثين. فرقة الرأس الحديث اللي بيرجع الفضل لإنشائها هو الأستاذ وليد عوني طبعا. الأستاذ وليد عوني حد من الناس اللي أنا شخصيا اشتغلت معاه، كان حد رائع جدا، مخرج متميز جدا، يعني كل تفاصيل العرض بيبقى عارفها مسبقا ويبقى شايفها في خياله مسبقا.